أهلا بكم مجددا. بوادر لتغيير سياساتها التفاوضية، هكذا وصفت دعوات ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية بضرورة التواصل مع المعارضة السورية والدول الإقليمية المؤثرة في الشأن السوري. فهل ستنجح مسد في مساعيها الجديدة بعد مفاوضاتها العبثية والمتعثرة مع نظام الأسد، أم أن الأمر لا يتعدى محاولة لكسب الوقت لا أكثر؟ نتابع التقرير ونعود للحديث. يبدو أن ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية مسد، الذي يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي بيد أهم أحزابها، سيبدأ بتغيير اتجاه بوصلته نحو أطراف جديدة للحوار والتفاوض حول مصير المناطق التي يسيطر عليها في شمال وشرق سوريا. في ظل الغموض الذي يلف مفاوضاته مع نظام الأسد والتي تعثرت أكثر من مرة، وخذلانه من قبل ما سمي بالضامن الروسي حسب العديد من المصادر الإعلامية، التوجه الجديد الذي طرأ على استراتيجية مسد وصفه الكثيرون بالتفكير في الاتجاه الصحيح، وتجلت خطوطه العريضة في آخر اجتماع لمجلسه الرئاسي في مدينة عين العيسى بريف الرقة، حيث أقر المجتمعون ضرورة التواصل مع المعارضة السورية والدول العربية والإقليمية المؤثرة في الشأن السوري، ناهيك عن ضم أحزاب كردية أخرى إلى صفوفها. ليس ذلك فحسب، فما زاد في الاعتقاد بأن الإدارة الذاتية في الشمال السوري والتي تشكل مسد أحد تشكيلاتها تحاول في الآونة الأخيرة التغيير من نهجها وسياساتها التفاوضية، هو ما أعلنته إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية لأحد المواقع الكردية بأنهم يسعون إلى التوصل لاتفاق مع ألد خصومها في المنطقة ألا وهي تركيا، وذلك أثناء زيارة أحمد لواشنطن محطتها الجديدة بعد أن عادت خالية الوفاض من دمشق وموسكو. التطورات الجديدة في سياسات مسد والتي قد توحي بتغييرات نوعية في مفاوضاتها والتي ستلقي بالنتيجة بظلالها على مناطق سيطرتها في سوريا، دفع الكثيرين للتساؤل عن حقيقة توصل الأكراد هذه المرة إلى صيغة جديدة لنيل حقوقهم وتلبية طموحاتهم بدل التوجه العبثي لنظام الأسد الذي عرف باغتصاب الحقوق لا منحها، فيما اعتبر آخرون تلك الخطوة بمثابة مناورة من قبل الإدارة الذاتية قد تكون غايتها كسب الوقت فقط. حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الكردي عبد الباري عثمان، معنا من غازي عنتاب، كما ينضم إلينا الصحفي باز بكاري معنا من باريس. مساء الخير وأهلا بكما. أبدأ معك أستاذ عبد الباري، يعني هل فعلا الإدارة الذاتية أو مسد اليوم تسعى لتحالفات جديدة وصيغ جديدة في المنطقة؟ شكرا أستاذ أحلام، وشكرا للمستمعين ولضيفك الكريم. أعتقد هناك ضغوطات أمريكية جدية بهذا الاتجاه على مسد بعد قرار أو تغريدة ترامب بأنه سيسحب قواته من أمريكا، وحقيقة هذه الخطوة هي صحيحة إن مارست بمهنية صحيحة والتزام فيها، لكن البراغماتية لدى قوات مسد أو بيادة يخشى المعارضة حقيقة إنه يعني بأن تكون هذه التصريحات تكون جدية وذو واقع حقيقي على الأرض. نعم. طبعا شاهدنا كلام أستاذ إلهام أحمد وكذلك الشيخ رياض ضرار وما حدث بعين عيسى، لكن الإشكالية الأساسية هي تطبيق ما يصرحون به أو ما يفعلونه مناقض للحالة الواقعية على الأرض. فضروري جدا تكون هناك التزام حقيقي بهذه الأقوال ومصلحة مسد والمعارضة السورية حقيقة أن يكونوا بعيدين عن النظام، يكون في عندهم حوار جدي وحقيقي، ويكون في بنفس الوقت
علاقات مع دول حسن الجوار، علاقات تكون مبنية على أسس واقعية تحفظ مصلحة الشعبين السوري والطرف الآخر. نعم أستاذ باز، يعني الاجتماع الذي جرى يوم السبت وتمخض عن مخرجات وقرارات وتصريحات يعني مثيرة للجدل ومثيرة أيضا للتساؤل، ويعني البعض يراها إعادة نظر، البعض يراها هي محاولة لكسب الوقت. كيف ترى مخرجات الاجتماع الأخير لمسد برأيك الشخصي؟ مساء الخير أحلام لك وللأستاذ عبد الباري ولجميع المتابعين. أهلا فيك. بداية يعني النقطة الأساسية، القرار كان أو ما صرح كان بأن بفتح قنوات جديدة مع المعارضة السورية، ولم تحدد الإدارة الذاتية ولا مجلس الديمقراطية أي معارضة من المعارضات سوف تقوم بالحوار معها وتنفتح عليه. يعني قبل الآن كانت تطرح نفسها بهن هي القوى المعارضة للنظام السوري وهي القوى المعارضة الفعلية والحقيقية التي تسيطر على الأرض. يعني كانت المؤتمرات التي سبق أن عقدت في الميلان وفي المالكية ديريك، يعني كان هناك الطرح لشكل من المعارضات مقبولة لدى مجلس سوريا الديمقراطية. إن كان فعلا التوجه هذه المرة، يعني بعد الجولة التي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية وما صرحت به إلهام أحمد حول إمكانية الحوار مع تركيا بوساطة أمريكية، إن كان فعلا هو التوجه هو في باتجاه فتح قنوات مع المعارضة السورية، ونحن هنا نقصد الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض بحكم أنهما الإطاران الأبرز والإطاران مشاركان عمليا في العملية السياسية في جنيف وفي أستانا، فكان من الأساس يعني يجدر بها أن تفتح القنوات مع الفصيل الكردي في هذه المعارضة وهو المجلس الوطني الكردي. يعني هي حتى الآن، يعني قبل يومين كان هناك اعتقال لأحد قادة أحزاب المجلس الوطني الكردي. يعني إن كان هناك بوادر أو فعل النية لفتح قنوات مع المعارضة السورية، فهي ممكن أن تبدأ يعني من الداخل الكردي أو من البيت الكردي. يعني في ظل اعتقاله لأحد يعني مكونات المعارضة السورية كما ذكرت المجلس الوطني الكردي، كيف تنظر إلى هذه التصريحات؟ هل تراها باتجاه بأنه هي يعني تسعى لإرضاء الأمريكيين بحكم أنه هذه التصريحات متزامنة مع عودة الوفد من واشنطن، وبذلك تأتي هذه التصريحات ولكن لا يعنو هذه التصريحات؟ صراحة الآن يعني نستطيع نصف تحركات مجلس سوريا الديمقراطية بأنها مغامرات. يعني هي تعرف ماذا تقول وتعرف كيف تتصرف. يعني هي فتحت الآن قنوات أو مسارات عدة للتحاور، يعني فتحت باب الحوار مع النظام السوري عن طريق الوساطة الروسية، وتطرح أيضا علاقة إجراء حوار مع تركيا، يعني هي العدو اللدود والتي تعتقل على أساس العلاقة مع تركيا الناس في الداخل، يعني تقول بأن تركيا داعم للإرهاب وداعم لداعش وهي العدو اللدود لها. وكان هناك حتى يعني المواجهة العسكرية التي حصلت في عفرين ونتج عنها احتلال تركيا لعفرين. يعني واليوم تقول أنها تستطيع الحوار مع المعارضة. مجلس سوريا الديمقراطية يحاول أن يفتح جميع الطرق ليصل إلى صيغة تحفظ الهيكلية التي بنتها الإدارة الذاتية. يعني هي تعلم أن الآن الوقت ليس في صالحها، تعرف أن الأمور تتجه نحو الحسم خاصة مع تسريبات جديدة بأن هناك نقاط توافق بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بمشاركة إقليم كردستان العراق وإعادة البيشمركة وإبعاد قوات الإدارة الذاتية بعمق 30 كيلومتر بعيدا عن الحدود السورية. التركية يعني ترى الإدارة الذاتية أنها يعني جميع الحلول التي طرحت، يعني سواء التي طرحت عن طريق النظام السوري الذي عمليا يعني عودة النظام إلى المنطقة ينهي الإدارة الذاتية حتى ولو كان هناك بعض الامتيازات لحزب الاتحاد الديمقراطي في المستقبل، عودة البيشمركة الطرح الأمريكي، يعني قصدي الطرح الأمريكي التركي وعودة البيشمركة لانتشارها في هذه المناطق أيضا ينهي الحالة الحالية، يعني الهيكلية الحالية والسلطة الحالية للإدارة الذاتية في المنطقة. فهي تحاول ان لا تغلق اي باب، يعني تحاول ان تجعل الابواب كلها موالبه، يعني حتى تستطيع ان تحاور في وتجعل تتيح لنفسها هامش من التحرك في حال تم وقوع الاختيار على اي من الخيارات المطروحه حاليا امام الدول الاقليميه والدول ذات التأثير في القضية السورية برمتها. نعم أستاذ عبد الباري، يعني في الحالة التي تحدث عنها الأستاذ باز أنه اليوم مسد تحاول أن تفتح أكثر من باب أو تبقي الأبواب مواربة بحال يعني تغيرت الخيارات، أكثر من فريق على الأرض اليوم هم خصماء وليسوا بحلفاء، يعني عندما تتحدث مسد عن المعارضة وتتحدث عن النظام هذان لا يتفقان، هل من الممكن يعني أن ترى أي باب مفتوح في ظل طرقها لجميع الأبواب؟
بالحقيقة مسد، بكرر كلامي السابق أنه دائما تحاول بسياساتها النظرية تعمل لقاءات وحوارات، ولكن الحالة الواقعية دائما تكون مختلفة، وهذا ما شاهدناه عند اتفاقية هولير ودهوك، اتفاقتي هولير ودهوك. أنا بسني على كلام أستاذ باز أنه بادي بدأت تحاول بشتى الوسائل، لأن هي على يقين تام بأن سلطة الاستبداد أبدا لا تعطي الحقوق، بل حتى إذا منحت بعض الحقوق فتعتبرها منا وليس حق من حقوق طبيعية. أنا بقناعتي إذا كانت قصد جدية حقيقة، وأعتقد هذه المرة نتيجة تجربة عفرين وحديث الأمريكان مع قسد والمعارضة السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية حتكون أكثر التزاما هذه المرة نتيجة المخاطر الحقيقية عليها، وكذلك يقينا تماما بأن النظام بشار الأسد لن تسمح لها بأن تبقى على شكلها الحالي، بل سيكون أحد بيادقها في المنطقة. لذلك بتحاول بشتى الوسائل أنه تتعاون مع القوى الديمقراطية حقيقة. هناك مبادرات بنفس الوقت من بعض القوى الديمقراطية، وأعتقد وصلت لقيادة مسد، وكان رد طبعا نحن نريد أن يكون هناك تفاهمات بين المعارضة السورية وبرعاية دولية أو أممية. طبعا بالنسبة للسوريين، إذا كانت كلياتنا نريد محاربة الإرهاب وأسقاط سلطة الاستبداد وأحقاق الحقوق وبناء دولة ديمقراطية، فأعتقد الاتفاق الأول يجب أن يكون بين السوريين وبرعايتهم. صح. لا مانع إن كان هناك دول صديقة يكونوا مساعدين لتنفيذ آليات هذا التفاهم. بالوقت الحاضر هناك مبادرات جدية فيها بعض شخصيات من الائتلاف، وكذلك هيئة التفاوض. أتمنى أنه أن طيب إلى أن تتضح هذه الصور، دعني أنتقل في سؤال آخر للأستاذ باز. أستاذ باز، باختصار لو سمحت اليوم، يعني ما هي الظروف أو الشروط التي يجب أن تتوفر في أي عرض لمسد لنفترض حسن النية منها؟ العروض التي تطلبها القسد هو مجلس سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية هو الحفاظ على القوة العسكرية في يدها والحفاظ على سيطرتها على الأرض. وهذه الشروط أظنها لا تتوافق مع أي من الطروحات التي تطرح حتى الآن، يعني لا النظام السوري يقبل بسلطتها الحالية ونفوذها الحالي على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي في المنطقة، يعني تسيطر على ربع سوريا، ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقبل بهذه الحالة، وتركيا تضغط عليها بشكل مستمر يعني وهي حليف لها في الناتو في المنطقة بشكل عام، ولا حتى المعارضة السورية ستقبل بهذا. فأظن المجلس الديمقراطي مطلوب بمرونة، مطالب بمرونة أكثر، بالمقاربة واقعية أكثر، بالنظر إلى حقيقة الخطر الداهم على المنطقة في حال تدخلت تركيا عسكريا في المنطقة وعملت الفوضى في المنطقة سينتج عنها يعني دمار المنطقة بأكملها. فاليوم مسد مطالبة بمرونة سياسية أكثر مما سبق، وأن لا تعتبر هذه تنازلات، بل هي طريق للحال وحفظ لدماء المدنيين الذين يعيشون في منطقة سيطرتها. شكرا جزيلا لك باز بكاري الصحفي، كنت معنا من باريس. الشكر أيضا للمحلل السياسي الكردي عبد الباري عثمان، كان معنا من غازيانتاب.